دلوقتي بقى هندخل على الملوخية. انا بس ايه لسه بحفظ مين فين فين. فدي تقريبا دي الزرار ده الاكرة دي كده بتاعتها، يا رب تنور عشان عايزين نحط عليه هي الحمد لله. الحمد لله. هنحط الطاسة بتاعت الطشة بتاعت الملوخية هنا، وعندي هنا الشوربة سخنت كويس قوي. الشوربة بقى هنحبشها بإيه؟ احفظوا معايا كويس، عايزين معلقة. التحبيشة بتاعت شوربة الملوخية دي أساس طعم الملوخية الحلو جدا المسكرة، اللي يدوقها عندك يقول الملوخية عندك انت ليها طعم تاني وليها ريحة تانية. في سر في سر، اللي هو ايه بقى؟ بص يا ستي، شوربة الملوخية هحط رشة سكر صغيرة فيها، وهحط كزبرة ناشفة من غير تحمير في الشوربة، وهنحط كمان فص ثوم صغير ني برضو من غير تحمير. كل ده ملوش دعوة بالطشة الأساسية بتاعت الملوخية. أنا دلوقتي بظبط الشوربة بتاعت الملوخية. ثلاث حاجات حطيتهم في الشوربة يا جماعة تعرفوهم، سكر وثوم ني وكزبرة نية. حلو الكلام. واروح مقلبه كده كويس قوي يدوبوا مع بعض. حطي التلاته دول في اي شوربه، حتى لو الشوربه مش قويه مش غنيه، التلاته دول هيدوا طعم للملوخيه في منتهى الجمال. حلو كده. وبعد كده بقى يا ستي هنروح واخدين الملوخيه بتاعتنا بسم الله، وهننزل بيها في الشوربه بسم الله. قولوا لي مين مين معانا. يا مروه اهلا وسهلا. ازيك يا شفنان؟ ازيك يا ميرو؟ عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ عمر الحمد لله. بعمل باميه وملوخيه يا اختي، تعالي اتغدي معانا. الملوخيه بتاعتك دي انا بدعي لك عليها من سنين والله. يا حبيبه قلبي تسلميلي تسلميلي والله ما تحرمش مني. ومنوره قناتي هي يا تعيشي. رب ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليكي. بتحبيش الشوربه زي ما احنا اتفقنا كده مع بعض من زمان؟ انا من سنين بعمل الملوخيه بتاعتك دي والله العظيم. تسلم ايدك، كل ما اعملها بدعي لك والله. الله يخليكي الله يخليكي يا حبيبه قلبي تسلميلي. منوره قناتي يا حبيبتي، منوره قناتي. الله يخليكي الله يخليكي، نورتيني نورتيني يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. يلا يا جماعة كلموني على أرقام التليفونات موجودة قدامكم وهي على الشاشة، وأي سؤال وأي حاجة. احنا لايف، مش احنا لايف يا جماعة، على صفحة قناة هي. اكتبوا على طول دلوقتي ونجاوبكم على طول إن شاء الله. بصوا الملوخية، ما تيجي يا أستاذ أحمد كده نعرف حبايبنا. لو انت واقفة كده فجأة بتعملي الملوخية ولا قدر الله لا قدر الله صايصة منك، خفت منك فجأة، الشوربة طلعت كتير، يا نهار أبيض الملوخية باظت، اللي تقول لك حطي رغيف يشرب الشوربة طبعا ده ما بيحصلش، اللي تقول لك مش عارف اعملي ايه، حلول كتير غير عملية. طب ما تيجوا دلوقتي نجرب عملي. هي الملوخية بتاعتي أنا شايفاها بصوا تقيلة وجميلة، بس أنا عايزة أعرفكم الحركة دي، عايزة أعلمها لك. أعمل ايه؟ بص يا ستي بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، عايزين مصفى سلك، بس يا رب نلاقي فيه مصفى يعني. فيه والله العيال دول جدعان. بص يا ستي، مصفى احطها كده في البوله ماشي. بص يا استاذ احمد عشان اللي جاي ده مهم قوي ماشي. طب انا اقرب لكم بس الحله كده اهي، مصفى تحتيها بوله، واخد من الملوخيه. امتى الكلام ده؟ لو طلعت خفيفه معاكي اخد من الملوخيه واحط في المصفى واقلب كده. ايه اللي هينزل في البوله؟ اللي هينزل الشوربه الزياده اللي خلت لي الملوخيه صيصه وخفيفه. طب ايه اللي هيفضل في المصفى؟ هيفضل الملوخيه نفسها. اخد تاني، فاهم يا استاذ احمد احنا بنعمل ايه؟ بخلص الملوخيه من الشوربه الزياده اللي فيها الكلام ده لو خفت معاكي فجاه وبقت صيصه معاكي. طبعا تقلت معاكي دي سهله، هتزودي شوربه. بصوا اهو شايفين انا اتخلصت من شوربه قد ايه في البوله اهي. بص يا استاذ احمد، واللي في المصفى دي ملوخيه بس. طب هعمل فيها ايه؟ هروح واخداها زي ما هي كده تاني وارجعها في الحله، ابقى انا كده تقلت قوام الملوخيه اللي خفت مني فجاه. شفتوا بقى ازاي سهله وبسيطه جدا جدا؟ وافضلي اعملي كده لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه للملوخيه اهي. بس كده.